موضوع الطلاق الخلعي وشو المقصود به يعني بالضبط، وما هي المادة اللي نصت على هذا الموضوع بالنسبة للأحوال الشخصية. طبعا احنا عندنا المادة اللي 46 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ. شو المقصود به؟ طبعا هنا توضح لنا اولا الخلع شنو معناه، نوضح لكم يا إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه، وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة 39. راجعوا لنا هاي المادة من هذا القانون، موضوع الخلع يعني هذا معناه يعني كتعريف أو كمعنى للخلع. شنو الشروط يعني؟ طبعا هذا بالنسبة تعرفون انه عندنا احنا طلاق رجعي وطلاق خلعي، وكذلك احنا عندنا ايضا موضوع التفريق القضائي. فيما يخص يعني الخلع انه الزوجة تفتدي نفسها بمال، تمام، يعني تبذل بعض حقوقها، كان يكون مثلا المهر المؤجل زين، او حقها بالسكنة وغيرها من الحقوق في مقابل شنو؟ يطلقها الزوج. هذا معناه تفتدي نفسها بمال يسمى الخلع. يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق، وان تكون الزوجة محلا له، ويقع بالخلع طبعا يقع بطلاق بائن بينونة صغرى. يعني شنو معنى هذا؟ يريد يرجع لها مرة ثانية، لازم عقد جديد ومهر جديد. طبعا للزوج أن يخالف زوجته على عوض أو أكثر أو أقل من مهرها، تمام. كذلك عندنا شروط. الشرط الأول أنه شرط الكراهية، يجب أن تكون الزوجة يعني كارهة لزوجها لكي يصح الخلع، يعني أساسا هم مو راضين يعني. وكذلك الشرط الثاني المهم اللي هو البذل، على مذهب الحنفي وعوض ليس شرطا في الخلع، بل كل ما يصح في المهر يمكن أن يكون عوضا للخلع. أما باقي المذاهب لابد من العوض على اختلاف الفقه عندهم، يعني حسب نوع العوض، حسب نوع كل مذهب من المذاهب. فيما يخص هذا الموضوع طبعا أنا راح أتطرق أيضا لموضوع عملي وإجراءات عملية، شلون نقيم الدعوة وشنو تفاصيلها، وكذلك نعرض لكم أيضا عريض الدعوة وبعض التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع إن شاء الله.